السلام عليكم ورحمة الله، عدنا لكم من جديد أحبابنا متابعي صفحة الجمعية الليبية الألمانية. اليوم عندنا قصة مثيرة جدا وقصة جميلة جدا مع من ترون أمامكم، فراو كوندا. فراو كوندا معرفة طبعا دكتور حسين القرقي. هذه السيدة الألمانية عمرها 81 عام، عندها قصة. هذه المرأة يعني قبل 35 عام تبنت بنت ليبية كانت معاقة، يعني بنت لا تتحرك في أحد المستشفيات، للأسف الشديد تركها أهلها ورجعوا إلى ليبيا، أصبحت البنت ملقاة في المستشفى. فتبنتها هذه المرأة الألمانية، يعني جابتها إلى بيتها وأصبحت تعاني فيها وتطعم الطعام وتنظف أكرمكم الله الفضلات لمدة 35 عام. لم تكل هذه المرأة فراو كوندا، وبعد أجرت العملية الجراحية وكذا وتقدم بها العمر، ماذا فعلت؟ هل تخلت عنها؟ لا، يعني أخذت البنت ووضعتها في ملجأ للعناية، ووضعها في ملجأ. الملجأ يا إخوان يعني يدفع لها شهريا 7,000 يورو، 7,000 يورو شهريا تدفعه المرأة. تكفلت البلدية ب5,000، وهذه المرأة تدفع شهريا 2,000 يورو للبنت، وتأتي لزيارتها يوميا حتى اليوم بعد المهرجان. كلمت الدكتور حسين سوف تذهب لزيارة هذه البنت الليبية.